طبعا احنا هذا نقدر نقدمه بشكل عام. الفنانين هاي قدرتهم، اعمالهم اللي يشتغلونها، اعمالهم اليدويه والفنيه اللي يشتغلونها الشباب. طبعا انا قدمت اربع اعمال نحتيه، نحت على البازل. النشاط عبارة عن لوحات للكبار، مواضيعها تخص الزلزال وكذلك رسوم الأطفال، وهي التي يعني أثلجت صدري أنا شخصيا. مشاركة جميلة من أحد الروضات، والآن يعني على التوالي يتم هذا النشاط. متواجدين هون مشان نقل هون وجع هون نفس وجعنا، ونحن نتمنى تصير كل الأمور ترجع لمحلها والمناطق الأخرى ترجع مثل ما كانت، وإن شاء الله أحسن، وبتمنى كل الخير لهم.